اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقه جديده من بيت الكل. اكيد مرحب فيكم وايضا برحب فيك شافكي يعني زميلتي وايضا سلام. اهلا وسهلا. واحمد في العراق, في العراق. اكيد مش ننسى زميلنا في العراق, اكيد احمد بوجه لك تحيه وايضا لكل متابعينا. اليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا. 29 نوفمبر هو ليس يوم عادي ولا تاريخ عابر, يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. فعاليات في مختلف انحاء العالم لدعم الشعب الفلسطيني في استرداد حقه التاريخي في أرضه أو لأرضه. اليوم نتحدث عن هذا اليوم من خلال ضيفنا, وأيضا نتحدث عن دور الوطن العربي سواء كان في مختلف البلدان العربية أو حتى الأوروبية في هذا اليوم. بالإضافة بأن نؤكد دائما بأن فلسطين هي قضيتنا الأولى حتى تتحرر. حقيقي أنا الحقيقة وأنا بتكلم على يوم التضامن يوم 29 مع الشعب الفلسطيني, بحس إنه ما فيش يوم محدد, لأنه الشعب الفلسطيني نحن نتضامن معك كل يوم, كل لحظة, كل ساعة. وأعتقد إنه بيت للكل كمنبر إعلامي, الفكرة نفسها من إنشاء برنامج إعلامي يتحدث بلسان 4 دول منهم في القلب جداً فلسطين, هو أكثر تضامن حقيقة. ربما احنا من البرامج القليلة اللي بتحرص انه تكون فلسطين طول الوقت في وسطنا, مش بس فلسطين, حتى الشباب زملائنا من فلسطين, من يأتون من فلسطين, دائما نحن معهم, نحن نتابع كيف وصلوا ومتى سيعودون والأخبار ايه. أصبح هذا البرنامج عائلة, نحن مع دولة فلسطين طول الوقت. كاميرا بيت للكل ذهبت إلى فلسطين, تضامنت مع الشعب على الأرض, من رام الله, من أريحة, من بيت لحم, من نابلس, من معابر اللي موجودة, وأيضا وقفت مع هذا الشعب اللي تقول له نحن بالكاميرا والصورة نتضامن معك كل يوم. ولكننا بما أن اليوم هذه الحلقة خصيصا ليوم 29 نوفمبر, تحيا فلسطين وتحيا كل دولة عربية ترفع هذا الشعار من جديد, تحيا فلسطين. تحيا فلسطين. شكرا لك يا شافكي على هالكلام الحلو, وشكرا لك يا ابراهيم, كلام يعني القلب اللي عم بتحفز انه فعلا يضل الامل موجود. سالوني اتعشقها, قلت بجنون. قالوا اهي جميله, قلت اكثر مما تتصورون. قالوا اين هي, قلت لهم في القلب وبين الجفون. قالوا ما اسمها, قلت امي فلسطين. فلسطين التي ترفع وجعها وألمها للخالق الذي سوف يأتي النصر من خلاله حتما يوما.